وصلنا لفقرة مواقع التواصل الاجتماعي ونبدأ مع تويتر وما اخترناه من الهاشتاجز لليوم. من أكثر الهاشتاجات تداولا في السعودية اليوم هاشتاج عندنا في المريخ، فيقول مما يلي: عندنا في المريخ سيارات الحريم تطير عشان ما يكون في اختلاط. أما تغريدة تشوقها فتقول: عندنا في المريخ يروح للمغرب والكل عارف ويش المقصد، عادي وطبيعي، لكن البنت تبتعث تطلب العلم، لازم نسأل كل شيوخ الدولة لين يقولون مو جايز. الهاشتاج الثاني الذي اخترناه لكم اليوم هو معجزات صغيرات. نهى نانا ترى المعجزة ببساطة إنك تتعين في وظيفة أول ما تتخرج بدون واسطة. أما المعجزة بحسب ما تتمنى رنيم الزهراني: أهلي ما يطفون المكيف وأنا نايمة، وإذا جو يصحون يقولون تؤبري قلبي اصحي. نتابع مع يوتيوب وفيديو طريف حول معاناة رجل للاستماع إلى الموسيقى. ننتقل إلى موقع سيدتي دوت نت وأبرز المواضيع التي اخترناها لكم اليوم. البداية كما دوما مع حساب المجلة على تويتر، فتغريدة اليوم: 50,000 سعودي يتحدثون لغة تنطق ولا تكتب غير العربية، إذ يتحدث نحو 50,000 سعودي بجنوب المملكة لغة غير العربية تعود للغة الحميرية، وكما يرويه باحثون بلغة قوم عاد. علماء التاريخ وغيرهم من الباحثين في هذا المجال يؤكدون أنها لغة قديمة، فهي لسان الحميرية القديم، ويسعى أبناء المهرة للمحافظة على لغتهم التي تستخدم حروف اللغة العربية 28 إضافة إلى 3 أحرف لا تعرف طريقة كتابتها، حيث أن هذه اللغة إلى الآن تنطق ولا تكتب، وورثها الأبناء عن الآباء والخلف عن السلف. الجدير بالذكر أن اللغة الحميرية هي لغة يمنية قديمة استعملت في جنوب الجزيرة العربية في القرن السابع قبل الميلاد. أما
من حساب سيدة نت على الفيسبوك فمقال اليوم بعنوان المرأة السعودية ثالث أجمل امرأة في العالم، وذلك بحسب دراسة بريطانية جديدة. فالرقة التي تتمتع بها والخجل الذي يبدو ظاهراً في تصرفاتها، بالإضافة إلى عشقها للموضة ومتابعتها آخر صيحات الأزياء العالمية دون أن تفقد هويتها وحشمتها، هي بعض الأسباب التي دفعت بالمرأة السعودية للوصول إلى هذا المنصب. يذكر أن الدراسة قد اعتمدت على القياسات العلمية العالمية قبل وصولها إلى هذه النتيجة. مشاهدينا، فاصل قصير ونعود لمتابعة فقراتنا لليوم، خليكم معنا. مجلة سيدتي لكل امرأة تريد أن تجدد أنوثتها، شخصيتها وأيامها. سيدتي، عالمك في مجلة. أنت متفوقة معها، والطموحة معها، أنت السعيدة معها، الرابحة معها، معها أنت الشابة الدائمة. سيدتي، سيدة المجلات العربية. سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. في سيدتي بعد الفاصل. مصممة العباءة عائشة الظاهري تطلق مجموعة خريف 2013 حصرياً عبر سيدتي.